صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حصة جديدة من دروس السنة الثانية إعدادي مادة رياضيات مسار دولي وعام، تكملة لدرس الأعداد الجذرية. في هذه الحصة سنرى إشارة الأعداد الجذرية أو سين دا نومبر غاسيونيل. On va voir. على بركة الله. سين دا نومبر غاسيونيل يعني إشارة العدد الجذري. Si A et B ont le même sin, alors le nombre rationnel A sur B est positif. يعني إذا كان A وهو عدد وB هو عدد لديهم نفس الإشارة، يعني هذا العدد الجذري هو عدد موجب يعني بوزيتيف. سنعطي مثال، معنا مثال، مثلا لدينا 3 على 4. 3 ما هي الإشارة؟ إشارة 3 نعم موجب هي زائد، وأربعة موجب يعني زائد يعني بوزيتيف بوزيتيف. Alors ce nombre rationnel est positif et positif. On va voir un autre exemple. لدينا ناقص moins 4 sur moins 2. Ce nombre est positif. Pourquoi? Parce que moins 4 moins 2 sont la même signe. يعني ناقص 4 وناقص 2 لديهم نفس الإشارة، هنا ناقص وهنا ناقص، يعني موان موان، يعني هذا العدد الجذري أو سنومبر غاسيونيل إي بوزيتيف. سنرى هنا مثال آخر، لدينا 7 على 3 لو ميم سين، ألوغ 7 سور 3 إي تانومبر غاسيونيل بوزيتيف. لدينا moins 6 sur moins 4 le même signe يعني moins moins ce nombre rationnel est positif. يعني سنعيد القاعدة مرة أخرى، إذا كان لدينا A sur B en le même signe يعني لدينا نفس الإشارة سواء زائد زائد أو ناقص ناقص، فإن هذا العدد الجذري نعتبره عددا جذريا موجبا. سننتقل إلى القاعدة الثانية. Si A et B ont des signes contraires, alors le nombre rationnel A sur B est négatif. ماذا تعني هذه القاعدة؟ تعني إذا كان A و B عددين لهما إشارتين مختلفتين، فإن هذا العدد الجذري يعني A sur B هو عدد سالب. سنعطي مثالا لكي تفهموا. لدينا ناقص 5 على 6. أولا ماذا تعني؟ إذا وجدتم هذه الإشارة يعني هنا في السطر تعني هذه الكتابة، إما ناقص 5 على 6 أو 5 على ناقص 6. كما ترون هنا، هنا لدينا موان يعني ناقص، وهنا بوزيتيف بدون أن نكتبها يعني زائد، إشارتين مختلفتين يعني A sur B إشارتين مختلفتين en des signes contraires. C'est-à-dire ce nombre rationnel est négatif. Aussi, la même chose dans ce nombre rationnel. On a plus 5 et 6 moins 6. يعني هذا العدد الجذري هو عدد سالب. الآن فهمتم كيفية تحديد إشارات الأعداد الجذرية. يعني إذا كان هناك عدد جذري لديه إشارتين مختلفتين، يعني هذا العدد الجذري هو عدد سالب. سنرى مثلا هنا، إكزامبل، موان 2 سور 3 تساوي 2 سور موان 3 تساوي موان 2 سور 3. هذه الكتابات نفسها، وهذه الأعداد كلها سالبة، لأن هنا إشارة سالبة، هنا إشارة موجبة، يعني إشارتين مختلفتين، نفس هنا. لدينا هنا إشارة موجبة وهنا سالبة، يعني إشارتين مختلفتين، يعني عدد جذري سالب. وهنا أيضا لدينا هذا العدد الجذري السالب، يعني إشارتين مختلفتين.
الآن سننتقل إلى تمرين لكي نفهم جيدا الدرس. السؤال يقول exercice x est un nombre négatif et y est un nombre positif. Déterminez le sein de chacun des nombres rationnels suivants. السؤال يقول أن x هو عدد سالب و y عدد موجب. حدد من بين هذه الأعداد الجذرية إشارة كل عدد. سنرى لدينا x sur moins 11 يعني x على ناقص 11. سنرى هنا لدينا x يقول أنه عدد سالب، سنكتبه عدد سالب يعني ناقص x يعني سالب ناقص x على ناقص 11. يعني ماذا تعني هذه الكتابة؟ تعني هي x على 11 يعني عدد موجب يعني positive. سنكتبه هنا positive. لماذا positive؟ on le même sign يعني لديهم نفس الإشارة. ناقص مع ناقص هو نفس الإشارة تعطينا عددا موجب. لدينا العدد الثاني ناقص y على 15. سنرى لدينا ناقص هنا هذا ناقص واي هو عدد موجب يعني سنكتب هنا زائد y هكذا لان هذا ناقص هذا ناقص يعني وحده. نحن لدينا y هو عدد موجب يعني بهذه الطريقه على 15. ماذا تعني هذه الكتابه ناقص؟ لدينا ناقص يعني بعد القوس يعني نغير اشاره هذا العدد يعني يصبح ناقص y على 15. إشارتين مختلفتين، هنا ناقص بعدما غيرنا إشارة داخل القوس لأن هنا ناقص وهنا زائد. إذا سبق ناقص يعني هنا ناقص وهنا قوس يعني نغير إشارة التي توجد بين هذا العدد الذي هو يوجد داخل القوس. يعني هنا لدينا ناقص y على 15 يعني هذا العدد هو ماذا؟ هو عدد سالب لأن إشارتين مختلفتين هنا ناقص وهنا زائد. يعني سنكتب هنا نيجاتيف يعني عدد سالب لما هو لديهما إشارتان مختلفتين. سنرى العدد التالي لدينا ناقص 5 y على ناقص 1. سنرى لدينا y هنا كيف هو العدد يعني موجب يعني ناقص سيبقى كما هو لدينا ناقص 5 y على ناقص 1 يعني إشارتين نفسهما الإشارة يعني موان يعني عدد موجب 5 y على 1 وعدد أيضا بوزيتيف. سنكمل التمرين. لدينا ناقص 6 x على ناقص 4. كما نعلم أن في السؤال x هو عدد سالب يعني نيجاتيف يعني سنكتب ناقص 6 في ناقص x على ناقص 4. ناقص 6 في ناقص x قاعدة تقول أن ناقص a في ناقص b هو عدد موجب يعني هنا زائد 6 x أو بدون أن نكتب زائد كي تفهموا جيدا فقط. هنا ناقص 4 إذن لدينا إشارتين مختلفتين زائد وناقص السين كونتخير يعني إشارات مختلفة. إذن هذا العدد هو عدد سالب يعني سنكتب هنا نيجاتيف نيجاتيف. لدينا العدد الموالي ناقص 8 x على ناقص 25. كما نعلم أن x أيضا في السؤال هو يعني عدد سالب يعني نيجاتيف سنكتب ناقص 8 في ناقص x على ناقص 25. كما قلنا القاعدة تقول أ ناقص في أ في ناقص ب يعني يكون العدد موجب يعني ناقص 8 في ناقص x هو 8 x على ماذا؟ ناقص 25. إذا إشارتين مختلفتين هنا بلوس وهنا موان يعني هذا العدد كيف هو؟ نعم سالب يعني نيجاتيف.
ناقص إكس على 18 ناقص، كما نعلم أن إكس في السؤال هو عدد سالب، يعني سنتوفي ناقص إكس على 18 تساوي ناقص في ناقص هو عدد موجب يعني إكس، يعني زائد إكس. أنا فقط أضع هنا زائد لكي تفهموا فقط أننا لا يجب أن نضع هنا زائد، يعني نعلم أن بدون إشارة ناقص هو عدد موجب. هنا 18 يعني هنا موجب موجب أون لو ميم سين، يعني نفس الإشارة، يعني عدد موجب يعني بوزيتيف سيتيف. هنا لدينا ناقص إكس على ناقص 3 نفس الشيء، إكس هو عدد سالب في السؤال، يعني ناقص في ناقص إكس على ناقص 3 يساوي ناقص في ناقص إكس هو عدد موجب يعني زائد إكس على ناقص 3، يعني إشارتين مختلفتين، يعني عدد ماذا؟ نعم عدد سالب يعني نيجاتيف. آخر سؤال لدينا إكس، عفوا هنا إيكغريك وليس إكس، إكس إيكغريك يعني إكس في إيكغريك. إكس في السؤال هو عدد سالب، يعني إكس ناقص إكس في إيكغريك هو عدد موجب في السؤال، هنا 9. ناقص إكس في إيكغريك هو عدد سالب، ناقص في عدد موجب وعدد سالب، ناقص إكس إيكغريك على ماذا؟ نعم على 9، يعني هنا عدد إشارتين مختلفتين، هنا ناقص وهنا زائد، يعني العدد هو موجب، عفوا سالب نيجاتيف كاتيف نيجاتيف. أتمنى أنكم فهمتم جيدا كيفية تفرقة الأعداد الجذرية بالنسبة للإشارة، يعني متى يكون العدد الجذري موجب ومتى يكون العدد الجذري سالب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.